السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا السيت اب، ولا غادي نوريكم لي برودوي اللي عندي واللي كنخدم بهم. قبل ما تشوفوا الفيديو هتشوفوا التصويره باش تعرفوا باش بديت، والحمد لله فين وصلت. واخا ما وصلتش شي حاجه كبيره، المهم داكشي اللي وصلت عليه تقاتلت عليه باش نوصل ليه. هادي باش تاخذوا عبره، باش اي حاجه تبداو فيها غير صبروا وخدموا راه غادي توصلوا، وفرجه ممتعه لكم. المهم كيف ما شفتوا الخوت في السينيماتيك، راه لي برودوي اللي عندي كاملين هما هادو. هذا الكاس جيمر اللي عندي، كوشن جي 2000، هاد الاكسسوار هذا. المهم الاثمنه ديال كل حاجه فاش غادي نقولها راه طلع سميتها. الاكسسوار هذا ديال الورود واللعيبات، البوشيطه ديال الاكسيون كامل اللي خدينا، هادي سميتو كريطينات ديال تريبود اللي عندي، هاد لاسوري ديال الجيمين، هاد الاكسسوار ديال الكاميرا خاسرة، المهم حاطة اكسسوار، شارجور ويرلس، هاد لي ريموجي هادو، ستابيليزاتور اس 60 هو هذا كيف ما كتشوفوا، كاميرا اكسيون 4K، هاد الهوفر كنت خديتو بوروكازيو كيف ما كتشوفوا، واحد بعين وواحد بلا عين. المهم بي سي اش بي 620، 6 جيجا في الرام، كور دو ديو، ميكرو يان مي كيو 8، وهذا باش خدام الميكرو. الكاميرا حتى نوريها لكم باش نصور بالتليفون ونوريها لكم. المهم الكاميرا باش كنصور هي هذه ليميكس جي اف 5، هي هذه كتصور الفلاش دي، زوم ديال 14-42، كتصور الفلاش ديال 1080، و سميتو تاكتيل، الشاشة ديالها تاكتيل كما كتشوفو تاكتيل. حتى هاد لي ليد هادو. بالنسبة للكرسي اخوتي عندي دي اكس رايسر هو هذا، المهم قاضي غرض الجرين سكرين حتى هي اللي كنت درت لكم كيفاش تصوبوها. المهم لي ليان ديال لي ريفيو ديال لي برودوي كاملين غادي تلقاوهم في الديسكريبسيون باش تشوفوا كل حاجه على حقها. المهم اخوتي اخواتاتي، هنا يكون سال السيت اب، نتمنى يكون عجبكم لي برودوي اللي عندي، وتقدروا تبداو باي حاجه، ماشي ضروري تبداو بهكا. حتى انا راه ما بديتش هكا كيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو، تكونوا شفتوا واحد الصغيره غادي تبان لكم هذاك الشيء باش بديت، والحمد لله وفرت وخدمت حتى وصلت لهذا الشيء. نتمنى يكونوا عجبوكم لي برودوي اللي عندي والسيت اب اللي عندي. هذا سيت اب على قد الحال كيف ما كتعرفوا. المهم لي ليان ديال لي برودوي اللي عندي كاملين نخليهم لكم في الديسكريبسيون. التوتال ديال كلشي ديال البيرو وهادشي كلشي اللي عندي غنديرو في المينياتير والعنوان. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ابوني لاشين، تفعلوا زر الجرس، بارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم، وجيمو شي تعليق زوين، وبارطاجيو لاشين نوصلوا 3000 ابوني قبل ما يسالي هذا الشهر، وان شاء الله الشهرين الجايه نوصلوا 5000 ابوني باش ندير لكم واحد الجيف واي اللي زوين ان شاء الله ونقدر يعاونكم. واي واحد عنده شي حلم يتشبت به راه غادي يوصل، يعني اي حاجه في الدنيا مو مستحيله، غادي توصل، غادي توصل ان شاء الله، غير خدم وسير بنيتك وغادي توصل ان شاء الله. وهذا ما كان، الله يسهل على الجميع وتهلاو في راسكم، ما تنساوش ابوني لاشين، تفعلوا زر الجرس.